دخلت، فمهم بس ان احنا نجيب لهم. بص ويلا يا بدر. يلا ماشي، احنا كنا وصلنا لحد ال احنا كنا دلتا جي، جبنا دلتا جي بتجيب. دلتا جي انا بطريقتين. كنت بسأل ان الدلتا جي بتتجاب مرتين كل مرة، يعني ممكن اجيبها بطريقتين على حسب المعطيات اللي عندي في المسألة، تمام كده؟ بالظبط كده. ممكن في مسألة مثلا يديك دلتا جي، او انت تروح طب تحسب فهمنا دلتا جي بتاعت في الدلتا دي المتداول بالطريقة التانية دي، ليه؟ الطريقة الأولى فهمناها، يعني إحنا قلنا الدلتا جي بالطريقة الأولى اللي هو الجدول دوت من خلال اللي تمام. هي الطريقة إيه؟ التانية هقول لك انا بقول لك اهو، الطريقة التانية دي بتستخدمها امتى؟ لما مثلا هو مديك دلتا جي في المسألة، وانت رحت جبتها بالجداول ومعاك دلتا اتش ومعاك التمبريتشر وطلب منك الانتروبي، فانت في الحالة دي هتجيبها من القانون ده. مثلا فكرة تانية ان هو يروح جاي مديك الانتروبي ومديك دلتا اتش ومديك مثلا التمبريتشر، وتجيب انت دلتا جي بالطريقة دي. مثلا شبه مديك الجداول، فانت تجيبها بالطريقة دي. ترى دي بس دي يعني دي الافكار. هنشوف بقى الافكار اكتر يعني في المسائل. بس المهم نعرف بس ان المعادله دي ناتجه من ان احنا عملنا الفيرست لو على الفيرست، عملنا بالانس يعني على الفول سيل، فنتجت المعادله دي. بس في بقى كذا معادله كده كمان عايزين نعرفهم. لو عايزين نجيب الدلتا اتش اللي هي هنا دي بتساوي السي بي دي تي، اللي هي السي بي يعني بيبقى اديها لها اس فانكشن اوف تي. فانا لو عايز اجيب الاتش بقى هتساوي اتش نوت زائد سي بي، تكامل السي بي بالنسبه للتايم. المعادلتين دول يعني حفظ جايين في مساله في الشيت، هتحفظ المعادلتين دول سهلين. اتش بتساوي اتش نوت زائد تكامل السي بي دلتا تي من تي نود لتي. طب الاس بتساوي برضو نفس الطريقه، اس بتساوي اس نفس المعادله بالظبط، باختلاف ان السي بي مقسوم على التي. بس نفس المعادلتين مفيش اختلاف، الا بس السي بي مقسوم على التي. ماشي، المعادله دي قلناها تمام. شفت انت دلتا جي اللي كنا بنجيبها في الاول؟ دلتا جي دي عباره عن ات ريفرنس تمبريتشر اند بريشر، يعني عند الظروف اللي هي الستاندرد، يعني اللي هي الظروف الطبيعيه، اللي هي الدلتا جي اللي احنا كنا بنحسبها من الجداول او بنحسبها من المعادله دي. طب انا لو حصل عندي تغير في البريشر هعمل ايه؟ هيحصل عندي تغيير في الدلتا جي دي اكيد، فهعوض التغيير ده ازاي؟ بروح احسب حاجه كده اسمها الورك كومبريشن من المعادله دي، ان ار تي مضروبه في لين البي على البي نوت. انا هنقول ايه هي كل واحده فيهم دلوقتي، لان دي هي عدد مولات. دلوقتي انا في الفول سيل المفروض قلنا العادم الوحيد هو H2O، تمام؟ فالان دي هي ايه؟ عدد مولات العنصر مثلا الاتش ده انا كنت بدخله ضغط اللي هو الطبيعي الواحد اتوم، دلوقتي بقيت بدخله، لا ده انا بدخله باتنين اتوم، فحصل تغير في البريشر بتاعه. فانا عشان الان دي بقى بتعبر عن ايه في الكلام ده؟ الان هي عدد مولات الاتش 2 اللازمه لتكوين 1 مول من الاتش 2O. تاني، الان دي هي عدد مولات الاتش 2 اللازمه لتكوين 1 مول من الاتش 2O. يعني هتساوي هنا كام من الاخر؟ هتساوي هنا واحد. انا احتجت كام اتش 2 عشان اكون اتش 2O؟ واحد. طب الاو لو او 2 بقى هحتاج كام او 2 عشان اكون الاتش 2O؟ هتبقى نص، تمام؟ ففي حاله انا بعوض عن الان سواء للاتش 2 او او 2 بناء على ايه؟ اللي الضغط بتاعه بيتغير. يعني انا دلوقتي كنت بدخل الاتش 2 بضغط معين، لا ده انا غيرت الضغط بتاعه، فهبدا بقى اعمل الورك كومبريشن دي للاتش 2 فقط لان الضغط بتاعه اللي اتغير. طب لو الاكسجين هو اللي الضغط بتاعه اتغير هعملها للاكسجين بس، تمام؟ لان دي هتبقى مثلا بواحد في حاله الاتش 2 وعرفنا ايه هي، وهتبقى بنص في حاله الاكسجين. طب الار يو دي اليونيفرسال جاز كونستانت بيساوي 8.314 على ما اتذكر. وحدته ايه؟ جول على المول كلفن، او كيلو جول على الكيلو مول كلفن. تي نود دي هي الـ درجه الحراره اللي هي الريفرنس اللي انا ببقى شغال عليها، اللي بتبقى تقريبا 200، بتبقى 298 كلفن، تمام؟ ولين البي دي البي الجديده بقى، انا دلوقتي بعمل ده كله ليه اصلا؟ عشان حصل عندي تغير في البريشر، فالبريشر الجديد هو ده، طب البريشر القديم هو البي نود ده. بس دي المتغيرات. هعوض في القانون ده هيطلع معايا رقم، هروح جاي واخد الرقم ده، الدلتا جي بقى الجديده بتاعتي نتيجه تغير في البريشر ده هتساوي الدلتا جي نوت اللي انا كنت حاسبها من الجداول او من معادله الفيرست لو
زائد دبليو كومبريشن ده، يبقى انا كده حصلت على الدلتا جي اوفر اول. بس كده دي الدلتا جي نتيجه تغير في البريشر. طب لو حصل بقى تغير في التمبريتشر، درجه الحراره، بدل ما انا كنت داخل عند الريفرنس تمبريتشر اللي هي 298، لا ده انا بدات ادخل الاتش 2 ده عند درجه حراره مختلفه اعلى مثلا او اقل، ايه اللي هيحصل؟ برضو نفس الطريقه، هروح برضو خلي بالك دلتا جي دي اصلا كنت بستخدمها عشان اجيب ايه؟ عشان اجيب الفولت. فكان كنا بنقول الفولت بيساوي دلتا جي على الكيو، فلو حصل تغير في الدلتا جي بالتتابع هيحصل تغير في الفولت. فهنا بقى في حاله التمبريتشر راح جاي جايب التغير في الفولت مباشر، بدل ما يروح يجيب التغير في الدلتا جي وبعد كده نجيب التغير في الفولت، لا راح جايب التغير في الفولت مباشر. هندخل على المعادله دي، المعادله دي برضو حفظ الفي اوبن سيركت زائد دلتا اتش. دلتا اتش دي برضو قلنا بتبقى جيفن في المساله، والان اي والان اي والكيو اي قلنا ايه هي برضو كل واحده فيهم ايه هي. طبعا لو في ان اللي هو عدد مولات برضو بنضربه في الترم ده كله. على التي نود دي الانيشال تمبريتشر، تمام. بحسب الكلام ده كله بيبقى معايا في اوبن سيركت دي اللي انا ببقى حاسبها من دلتا جي على الكيو اللي هي العاديه، اللي هي بتبقى العاديه اللي انا بحسبها من دلتا جي اللي هي بدون تغير، اللي هي ات ريفرنس ات الار تي بي. الار تي بي دي اللي هي الريفرنس تمبريتشر اند بريشر، هتشوفوها برضو في المسائل. ار تي بي دي يعني ريفرنس تمبريتشر اند بريشر، ريفرنس تمبريتشر اند بريشر يعني درجه حراره وبريشر ستاندرد اللي انا باخدها الطبيعي، تمام. لو حصل اي تغير في تمبريتشر او بريشر ببدا بقى ادخل بقى في المعادلات دي. التغير في البريشر بدخل في المعادله دي، التغير في التمبريتشر بدخل اقعد في المعادله دي. الفي اوبن سيركت ده اللي انا حسبته بدون تغير زائد دلتا اتش بتبقى جيفن في المساله، وده بيبقى كله جيفن، والتي نود دي درجه الحراره برضو اللي هي الستاندرد بتاعتي. هيبقى ده كله برقم معلوم، هروح جاي واخد الرقم ده ومعوض بيه هنا. هيبقى في الفي اوبن سيركت بقى الجديد نتيجه تغير في التمبريتشر هيساوي الفي اوبن سيركت عند الستاندرد عند الار تي بي اللي انا كنت حسبته من المعادله العاديه دي زائد الترم ده اللي هو تي الجديده بقى ناقص 298 مضروبه في الرقم اللي انا حسبته هنا. تاني الحته دي لما يحصل تغير في التمبريتشر انا بعمل ايه؟ بالراحه كده بروح احسب حاجه اسمها دي في اوبن سيركت دي تي. طب الدي في اوبن سيركت دي تي بتساوي ايه؟ بتساوي في اوبن سيركت زائد دلتا اتش على الان اي في الان اي في الكيو اي. كل ده مقسوم على التي نود، كل ترمي فيهم انت عارفه. الفي اوبن سيركت دي ايه هي؟ هي الفي اوبن سيركت اللي انا بحسبها من دلتا جي على كيو ات الار تي بي، يعني بدون اي تغير خالص، بدون تغير لا بريشر ولا تمبريتشر، تمام؟ بعد كده الترم ده بطلعه يعني بيبقى معلوم يعني كله رقم، بيبقى رقم صحيح، بدخله في المعادله دي. المعادله دي فيها الفي اوبن سيركت نفس اللي انا استخدمته في المعادله دي، اوبن سيركت هو نفسه اللي هنا اللي هو عند 298، الاثنين عندي ار تي بي والزائد التي ناقص 298. التي دي اللي هي اللي نيو تمبريتشر درجه الحراره، انا اصلا بعمل ده كله عشان درجه الحراره اتغيرت، فبالتالي درجه الحراره دي الجديده مثلا اللي هي هتبقى مثلا وليكن 300. وبعد كده دي في اوبن سيركت دي تي هي الرقم ده. ممكن في صوره تانية للمعادله دي اللي هي الفي اوبن سيركت نتيجه التغير في التمبريتشر هنشوفها في المسائل، بس المهم اعرف المعادله دي دلوقتي. بس واضحة كده ولا فيها حاجة؟ هو البي ديت هو بيديها لي كل حاجة، البي القديمة والجديدة والحاجات دي هو بيديها لي، ولا احنا بنحسبها برضو ولا ايه؟ انهي تاني كده؟ القانون اللي فيه بينو بي على بينو الدوا دي في اوبن سيركت ولا ايه؟ لا اللي فوقيه، اللي هو ده؟ ايوه ده دلتا جي بيساوي دلتا اللي جي نوت؟ فوقيه بقى بي على البي نوت اللي هو لان بي على بي نوت دوا. البي دي بتبقى جيفن، البينوت بتبقى جيفن برضو، الاثنين بيبقوا معطى الاثنين معطى. بس في حاجه مش واضحه في قانون بتاع التمبريتشر ده، هنشوفه في المساله يعني وهيبقى واضح يعني ان شاء الله. هي الفي او سي 298 دي هي الفي او سي برضو ولا ايه؟ الفي او سي اللي انا استخدمتها وانا بحسب الدي في او سي دي تي هي نفسها الفي او سي 298 اللي انا حسبتها عند الريفرنس اللي هي كانت عباره عن دلتا جي على كيو العاديه خالص. تمام. في حاجة تانية مش واضحة؟ ماشي. كده بقى باقي أنا بعد ما حسبت الفولت بتاعي وحسبت الدلتا جي، إحنا قلنا في الفول اللي هي الفول سيل دي قلنا اللي بيحصل إن أنا الرياكشن بتاعي بيديني دلتا اتش، وأنا الدلتا اتش دي مش كلها بستفاد منها، لا ده أنا باخد منها جزء اللي هو دلتا جي وجزء تاني بيروح في اللوسز. فأنا لو عايز أجيب الكفاءة
اي كفاءه طبعا زي ما احنا عارفين هي بتساوي الاوتبوت اللي انا اخدته على الانبوت، او الديزايرد اوتبوت على الريكورد انبوت. فانا دلوقتي اخدت دلتا جي على اللي هو الاوفرول اللي انا الكلمه دول اللي هو دلتا اتش، فاعتبر هنا الكفاءه عباره عن دلتا جي على دلتا اتش. تمام، دلتا اتش طبعا تبقى جنب مساله دلتا جي، برضو عرفنا برضو بنجيبها ازاي. تمام، دي الايتا اللي هي ايه الايديال. طب هل بقى دلتا جي اللي انا اخدتها دي هي برضو اللي كلها هتروح كباور للجهاز اللي انا مشغله؟ لا، ده بيحصل لوسز برضو في الاسلاك والكلام ده، فالدلتا جي دي برضو بيحصل فيها لوسز. فانا بقى في الحاله في الحاله الاكشوال الباور اللي انا هاخدها من الدلتا جي دي برضه هيحصل فيها لوسز. فعشان احسب في الاكشوال هتبقى عباره عن الباور على الان دوت في الدلتا اتش. ايه الان دوت دي؟ بص، احنا لما كنا الايتا كانت ايديال كان عباره عن دلتا جي على دلتا اتش. الدلتا جي دي كنا قلنا هي انرجي وحدتها كيلو جول بير كيلو مول. تمام، ودلتا اتش برضه نفس الكلام كيلو جول بير كيلو مول. لكن لما جينا في الاكشوال احنا دلوقتي بنعوض بالباور اللي انا فعلا اخدتها وصلت للجهاز بتاعي، فالباور دي وحدتها وات اللي هي جول على السكند، وانا معايا دلتا اتش تحت بجول او كيلو جول بقى على الكيلو مول او المول. فانا عايز احول جول على المول لجول على السكند، بضرب في حاجه اسمها ان دوت اللي هي وحدتها مول على السكند. انا بضرب ان دوت في دلتا اتش عشان احولها من جول على المول لجول على السكند، عشان يبقى بسط ومقام جول على السكند اقدر اجيب الكفاءه بتاعتي. بس دي الكفاءه، في حاجه مش واضحه فيها؟ تاني كده هندسه معلش. تاني الكفاءه، قلنا في كفاءه ايديال وفي كفاءه اكشوال. الايديال دي اللي هي الدلتا جي على الدلتا اتش. طب الدلتا اتش ده اساسا هقولنا بتتقسم، باخد منها جزئين، حاجه اسمها دلتا جي وحاجه اسمها الكيو اللي هي اللوسز. تمام، فانا لو عايز اجيب الكفاءه هتبقى عباره عن حاجه اللي انا اخدتها على الدلتا اتش كلها، فهتبقى دلتا جي على دلتا اتش على دلتا اتش، دي الايديال. تمام، طب الاكشوال ده الدلتا جي بقى اللي انا اخدتها دي مش كلها بتروح للجهاز بتاعك كباور، لا ده انا باخد منها جزء واحد، فباخد منها جزء برضه في جزء بروح لللوسز. فالباور بقى اللي انا اخدتها عايز احسب الايتا بقى كلها، بتبقى عباره عن الباور دي على الان دوت في دلتا اتش. ايه الان دوت دي؟ هي عباره عن المول بير سكند او كيلو مول بير سكند. بستخدمها ليه؟ عشان احول دلتا اتش من جول بير كيلو مول مول لجول بتاعت بير ايه؟ سكند اللي هي وات. مول بتاعت ايه؟ المول بتاعت ايه؟ خدنا منين يعني؟ بتاعت مثلا الدخول الهيدروجين. يعني انا عندي ال H2 بيدخل على الفيول سيل. تمام، بيدخل بريت قد ايه بقى من المولات؟ مثلا انا بدخل، هنشوفها في مساله، يعني في مساله فيها الكلام ده، بس كمثلا شرح مبدئي كده، ان انا عندي الهيدروجين داخل هنا على الفيول سيل داخل بعدد مولات قد ايه في الثانيه. بس هي دي يعني لان دوت دي بتحول ايه لايه؟ معلش تاني كده. تاني بص، الباور دي وحدتها ايه؟ وات. تمام، متفقين تمام الباور دي وات اللي هي جول على السكند، صح؟ تمام تمام، دلتا اتش دي بتبقى وحدتها جول على المول، وحدتها كده جول على المول، صح؟ تمام ماشي. انا دلوقتي ينفع اقسم جول على السكند على جول على المول؟ ينفع اجيب الكفاءه كده؟ لا، لان دي ينفع، اللي لازم يبقوا الاثنين نفس الوحده، لازم يبقوا الاثنين نفس اليونت عشان اقدر اقسمهم على بعض. فعشان احول من جول لمول هضرب في حاجه اسمها ان دوت اللي هي المولز بير سكند. فلما اضرب مولز بير سكند في جول على المول هتلاقي المول بيروح مع المول، هتبقى لك في الاخر جول على السكند. فيبقى فوق اصبح جول على سكند وتحت جول على سكند، فيبقى كده اوفر اول البسط والمقام زي بعض، بيبقى اقدر احسب الافشنسي. يعني عدد المولات دي بتبقى عدد مولات الفيول اللي داخل في الامعاء. بالظبط بالظبط، لان دوت دي بتبقى عدد مولات الريت بتاع عدد بالريت بتاع دخول الهيدروجين معايا في التفاعل معايا في الفيول سيل. تمام، يعني اي فيول عموما مش لازم هيدروجين، لو اتغير برضو بقى باخد اللي داخل، لا مش لا، القسم. الهيدروجين مش هيتغير يعني، ان شاء الله مش هيتغير. تمام ماشي. هندسه القانون اللي فيه لين لين ده، هو ده غلطه ولا هو قانون كده اصلا؟ القانون اللي هو ايوه لين لين اللي هو اتعلم. الشغل. لين اه لا، لين دي غلطة، دي غلطة غلطة. يعني هي لين واحدة بس. نقول كده لين ماشي. واحدة. ماشي كده، في حاجة تاني؟ بس ده كده الليلة كلها يعني في الفول سيل. في المسائل بقى يعني ان شاء الله هتلاقي الدنيا سهلة يعني بعد الشرح ده. فندخل في المسألة بسرعة كده عشان الوقت. المسألة دي
الخلايا اللي هي الخلايا اسمها ايه، خلية دانيال اللي كنا خدناها في الثانوي، جايبها هنا عايز يحصل فيها حاجه كده. احنا كنا كانت خليه دانيال دي، لو حد يفتكر كنا في ثالثه ثانوي، كانت عباره عن تو الكترودز كده. اللي بيحصل ايه، كان في كبر وفي زنك، فكان في دايره كده، الكبر كان محطوط في محلول من النحاس، والزنك كان محطوط برضه في محلول من الزنك. فكانت الخليه دي اللي بيحصل فيها ايه، ان ذرات الزنك بتبدا تتاكسد وتتحول لايونات، ويبدا الالكترونات تطلع في الاكسترنال سيركت ويمر الكترونات. تمام. هو عايز بقى يحسب ايه هنا من الخليه دانيال دي، عايز مدينا اول حاجه عدد، مدينا كتله الزنك، تمام، ومدينا ال 450 مللي، يعني مدينا معلومات عن السي او اس او 4 اللي هو محلول السي او اللي هو الكبر، ومدينا التيار. عايز يحسب ايه؟ عايز يحسب التايم اللي الخلايا دي هتفضل شغاله فيه. دلوقتي الخلايا دي بتشتغل ازاي؟ اول بتشتغل بحاجتين، ان ذرات الزد ان بتبدا تتاكسد وتحول لزد ان ايون، والالكترونات بتبدا تطلع في الاكسترنال سيركت وتتولد تيار. وفي حاجه تانية هنا بتحصل، ان الايونات اللي هي بتاعت النحاس بتبدا برضو، اعتقد كانت بيحصل لها حاجه كده برضو، ان هي بتستهلك برضو، بس اللي فين، اللي في محلول اللي هو السي او اس او 4 اللي هو المحلول بتاع النحاس. تمام. بتبدا برضو تستهلك بطريقه ما يعني، وبتتحول برضو، بتدخل معاها في التفاعل. فانا دلوقتي عايز احسب ايه، التايم اللي هيستهلك فيه الزد ان، والتايم اللي هيستهلك فيه الكبر. هو عايز التايم اللي بقى ايه، اللي هتفضل فيه الخلايا شغاله. فانا اعرف الخلايا شغاله هتفضل شغاله تايم قد ايه، منين يعني، لا اما ذرات النحاس ده هتخلص، لا اما ايونات الكبر ده هتخلص. انا عايز احسب بقى الوقت اللي الزد ان ده هيشتغل فيه، والوقت اللي الكبر ده هيشتغل فيه، واللي هيشتغل فيهم وقت اقل يبقى هو ده التايم بتاع الدانيال كلها، بتاعت خلية الدانيال كلها هتشتغل فيه. طب انا هعرف الوقت ده منين؟ مش هو مديني امبير؟ احنا كنا بنقول ان الاي بتساوي ايه؟ بتساوي الكيو على التي على التايم. طب انا عايز اجيب التايم، هيبقى عباره عن تايم على التايم هيبقى عباره عن الكيو على الاي. تمام. هو مديني التيار، فانا مهمتي دلوقتي عايز احسب التايم، فيبقى مهمتي احسب الكيو اللي هي التشارج. لو انا قدرت احسب الكيو هقدر احسب التايم بتاعت سواء الزد ان او ايونات، او اللي هي بتاعت السيو اللي في المحلول. فهحسب دلوقتي التايم مره للزد ان ومره بتاع ده اللي هو الكبر. احسبها ازاي بقى؟ زي ما قلنا الكيو عباره عن ايه؟ ان اي في ان اي في الكيو اي. تمام. نفس اللي هو هتلاقيه عمل هنا، راح جاب، بس اول حاجه احنا كنا قلنا ان احنا بنضرب الكلام ده كله في عدد المولات لو وجد في التفاعل. فهنا هتلاقي مديك هنا اساسا كتله الزنك عشان تجيب منها عدد المولات. كنا بنقول عدد المولات، تحفظوا كده القانون ده، عدد المولات بيساوي ال ان بيساوي الكتله، عدد المولات بيساوي الكتله على المولكولار ويت. تمام. فانا لو معايا الكتله دي هقدر احسب منها عدد المولات. طب احسب عدد المولات ازاي؟ هو مديني كتله 95 جرام على المولكيولار ويت بتاعه الزنك، هتلاقيه مدالك برضو هنا اهي ب 65، فهتبقى 95 على 65 هقدر احسب عدد المولات. تمام. يبقى دي العدد المولات اللي هضربها في الترم ده كله، ان اي ان اي كيو. لان احنا عرفنا من المعادلات بتاعه التفاعل هنا، هتلاقي ان اي بكام بقى؟ ب 2 الكترون. تمام. فانا كده يبقى معايا ان اي. طب ان اي بكام؟ لان اللي هي ب 6.002، ب 6.022 في 10 26، بس هنا هنعوض عنها ب 10 26، لان هنا انا شغال بالمول مش بالكيلو مول. احنا قلنا تبقى 10 26 لو انا شغال كيلو مول، لكن هي احنا هنا شغالين بالمول، فهتبقى 10 اس 23. فدي عدد الالكترونات. طب لو عايز اجيب ماشي، الكيو اي هي رقم محفوظ قلنا 1.6 تقريبا في 10 سالب 19. يبقى انا كده جبت الكيو اللي هي كميه الشحنه بتاعه الزد ان، اللي هي اوفر اول طلعت 2800. بعد كده انا عايز اجيب بقى التايم، هيبقى عباره عن الكيو على الاي، فهقدر اجيب التايم. بس دي الفكره. نفس الكلام عمله لايونات الكبر، بس الفكره هنا بقى في الكبر هنحسب عدد مولاته بطريقه مختلفه. بدل ما كانت الكتله على الكتله الموليه، لا ده انا هروح احسبه بطريقه مختلفه،
هو هنا مدينا حاجه اسمها المولاريتي اللي هي بوينت واحد دي، ودينا تعريفها اهو، بيقول ان المولاريتي دي هي عباره عن المولز بير لتر، يعني هي عباره عن المولز بير لتر. فانا لو ضربت المولاريتي دي في اللتر، يعني في الحجم بتاعي، هقدر احسب، هقدر اخد عدد المولات. فعدد المولات في الحاله دي هتبقى عباره عن 450 في 10 اس سالب 3 في بوينت واحد، يبقى انا جبت العدد المولات بتاعت الكبر، جابها هنا اهو، وراح حسب عدد الالكترونات، وراح حسب الكيوب نفس الطريقه على بالقانون ده، الان في الان اي في الان اي في الكيو اي، والان اي هنا زي ما قلنا ب 10 اس 23 مش 10 اس 26، لان احنا هنا شغالين بالمول مش بالكيلو مول. يبقى انا حسبت الكيو بالكولوم، نفس القانون برضو، الاي التي بتساوي الكيو على الاي، بس انا كده حسبت التايم. هشوف بقى مين فيهم هيستهلك اسرع، هتلاقي الكبر مثلا هيستهلك بعد 43، بعد 4300 ثانيه، وده بيستهلك بعد 140 الف او 140 الف ثانيه. هندسة يبقى التايم بتاع خالد دانيال هو التايم الصغير ده. بس دي فكره المساله الاولى. بقول لك القانون التاني بتاع عدد المولات ده اللي هو في الحالة التانية، معلش تاني. تاني بص، هو هنا مدينا حاجه اسمها المولاريتي دي اللي هي الام كابيتال دي، تمام؟ الام دي بتساوي ايه؟ بتساوي يا ربي، كانت بتساوي عدد المولات على ال كانت بتساوي حجم عدد المحلول، المولات على حجم الحجم المحلول. بالظبط، عدد المولات على الحجم، تمام؟ فانا لو معايا الحجم وضربت الام دي، يعني انا دلوقتي عايز اجيب الام، هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن الام في الفي، صح كده؟ انا عايز اجيب الان اللي هي عدد المولات، هتبقى عباره عن ام في في. هو مدينا الام في بوينت واحد، ومدينا الفوليوم، مدينا الام هنا بوينت واحد، ومدينا الفوليوم ب 450 مللي لتر، تمام؟ فانا هضرب بوينت واحد في 450، وهضرب في 10 اس سالب 3 عشان احول من مللي لتر للتر، يبقى انا كده جبت عدد المولات. هدخل بقى اقعد في القانون ده، ان في ان اي في ان اي في كيو اي، يبقى انا جبت الكيو، وانا معايا الاي اللي هو التيار، يبقى جبت، اقدر اجيب التايم. طب يا اجرس، القانون اللي انت كاتبه تاني يطلع عند القانون تاني كده؟ القانون ده اول ان دي عدد المولات اللي احنا حسبناها، صح؟ صح. الان اي دي عدد الالكترونات اللي انا باخدها من التفاعل، اللي هي عباره عن 2 الكترون، اللي هي تمام، هتعوض عنها، هتعوض عنها بالاثنين، هتعوض عنها بالاثنين، صح؟ باثنين، والان ايه؟ باثنين، لان هي لاب 6.022 في 10 23. ده رقم محفوظ برضو؟ بالظبط. طيب انت من كده بقى ناقص لك كيو اي اللي هي كيو، صح؟ كيو اي اللي هي 1.6 في 10 سالب 19. خلي بالك الكيو اي تمام، غير الكيو اللي انا بحسبها، لو واخد بالك. طب ايه الفرق بينهم؟ الكيو اللي انا بحسبها دي اللي اقعد بيها في القناه واطلع منها الزمن، اما الكيو دي اي الشحنه، دي شحنه الالكترون الواحد، اما الكيو كلها دي شحنه الشحنه كلها في كل الملف. الالكترونات اللي معايا، الشحنه كلها تمام الكليه، تمام تمام خلي بالك. بص يعني لو عايزين توفروا على نفسكم ما تحفظوش الان اي والكيو اي اللي هي عباره عن 6.022 في 10 26 و1.6 في 10 19، ممكن تحفظ ضربهم تبدلوهم برقم واحد اللي هو عباره عن 96500، اللي هو رقم فرادي نمبر. ممكن بدل ما تحفظوا الرقمين دول تحفظوا الرقم ده بس 96500، بس خلي في بالك لما تبقى شغال بالمول هتستخدم 96500، لكن لما تبقى شغال بكيلو مول هتضرب ده في 10 اس 3، تمام؟ تمام، تسلم. بس في حاجه مش واضحه في المساله دي يا هندسه. وانا دلوقتي لو عايز، لو المساله ما جابش فيها اللتر والكتله والكلام ده، انا بحسب الكيو عادي لكل عنصر، بعمل بيه ايه بعد كده مثلا عشان اجيب الدي او سي؟ ما هنشوف ده في المسائل، استنى بقى هنشوف المسائل دلوقتي، المساله اللي جايه ده على طول. في المساله دي بقى بيقول ايه؟ مساله رقم 2 بيقول فيول سيل هاز فولوينج رياكشن، مدينا معادلات هنا، المعادلات بتاعت الرياكشن، تمام؟ معادله الانود ومعادله الكاثود، ومدينا ات الار تي بي، خلي بالك مدينا بيقول لك هنا ايه؟ ات ار تي بي ذا شينج اوف انثالبي اند الفري انرجي، اللي هي جيبس فري انرجي يعني، بير كيلو مول في سي او 2، مديها لنا بالارقام دي. خلي في بالك ان هو مديها لنا عند الار تي بي اللي هي الريفرنس اللي هي الظروف القياسيه، ريفرنس امبريتشر اند بريشر، ومدينا ان هي بير كيلو مول اوف سي او 2، يعني وحدتها ميجا جول على الكيلو مول اوف سي او 2، تمام؟ فتركز، مش معنى ان هو مديها لنا هنا ميجا جول يبقى وحدتها ميجا جول، لا، ده هو قال لك في الكلام فوق ان هي بير كيلو مول،
يبقى وحدتها هنا ميجا جول بير كيلومتر، عشان هنشوف ده في المساله تحت. اول حاجه بقول لك في المساله عايز الاوفرول رياكشن. الاوفرول رياكشن هنعمل ايه؟ هنجمع المعادلتين بكل اختصار. هتعمل ايه؟ يعني هتطير اللي موجود في الطرفين مع بعض. يعني مثلا هي 2 او سالب، هتطيرهم مع بعض. الاربعه الكترون موجودين في الطرفين هتطيرهم مع بعض، فهتبقى لك في الاخر سي زائد او 2 هيدينا سي او 2. ده التفاعل، ده الاوفرول رياكشن. سهله يعني، تجمع المعادلتين وتطير اللي في الطرف اليمين مع الطرف الشمال وبس كده. تاني حاجه نبدا بقى في الكلام الجد. بيقول ايه الايديال اي ام اف اللي هو اللي عايز الفولت بتاعي. انا دلوقتي معايا ايه؟ معايا دلتا جي. كنا بنقول الفولت بيساوي ايه؟ بيساوي دلتا جي على الكيو. طب انا عايز اجيب الكيو، هعمل ايه بقى؟ على نفس الطريقه، هتبقى عباره عن ان اي في الان اي في الكيو اي. بس نلاحظ بقى حاجه هنا، اللي هو عمله هنا اهو، دلتا جي على الان اي في الان اي في الكيو عشان يجيب في اوبن سيركت. تبقى دلتا جي اللي هو مدالنا جيفن في المساله، بس خلي بالك هو مدالنا بميجا جول، فهضرب في 10 اس 6 عشان احولها لجول. وخلي بالك هو مدالنا كان ميجا جول بير كيلو مول، فعشان برضو تبقى الارقام الكلام واضح، هي كانت ميجا جول بير كيلو مول، تمام؟ فضرب فوق في 10 اس 6، وعشان يحول الكيلو مول ده لمول هيضرب تحت في 10 اس 3، فبالتالي عدد افوجادرو بقى 6.022 في 10 اس 26. دايما خدها بقى القاعده كده، دايما في المسائل اللي بنتعامل بيها بالكيلو مول هنستخدم اللي هو الافوجادرو نمبر ب 6.022 في 10 اس 26، تمام؟ مش 10 اس 23، تمام؟ فانا عايز احسب في اوبن سيركت، هتبقى عباره عن دلتا جي اللي هي مدها لنا جيفن في المساله، وان اي. طب ان اي بقى هاجي هنا على التفاعل بتاعه، هلاقي الان اي هنا باربع الكترونز بس بكل بساطه. والان اي انا عارفها والكيو اي انا عارفها. طبعا ممكن زي ما قلت نبدل الان اي والكيو اي بفرضي نمبر اللي هو 95600، بس ما ننساش اضرب في 10 اس 3 زي ما قلت عشان نحول من مول لكيلو مول. يبقى انا كده جبت الفي اوبن سيركت. فيها حاجه مش واضحه دي؟ اجرس انا لو بطلع ريكوير من المساله عايز الدلتا جي ومعايا اختيارات موجب وسالب، اختار السالب، بس لو بعوض بيها في مساله هعوض بيها بالموجب، صح؟ لو معاك لو معاك في تاني كده، لو بتحسب ايه؟ لو انت عايز، لو انت بتجيب الدلتا جي، لو هو مديك الفي اوبن سيركت وانت بتجيب الدلتا جي تمام. ومعاك اختيارات موجب وسالب، في الحاله معاك في دي الاختيارات. هتبقى الفي جي هتبقى يعني هتبقى تحتمل احتمالين، لان انت ممكن الدلتا جي تبقى، بص الدلتا جي لحد دلوقتي حليت مسائل كتير لحد دلوقتي هي كلها سالبه، فاحنا بنعوض بيها في قانون الاوبن سيركت بالسالب، لكن في قوانين تانية بالموجب، انا اسف، لكن في قوانين تانية بنعوض عنها بالسالب. يعني قانون الفيرست لو اللي بنطبقه اللي هو دلتا جي بيساوي دلتا اتش ناقص تي دلتا اس، ده بنعوض عن دلتا جي بالسالب، تمام؟ فهو الفي اوبن سيركت بس الوحيد اللي انا بعوض عنه بدلتا جي بالموجب، تمام؟ بس غالبا دلتا جي بتبقى سالبه يعني عموما. يعني انا لو عندي في الاختيارات نفس الرقمين اختار الرقم السالب. بالظبط، لكن الفولت دايما هتلاقيه، الفولت دايما هتلاقيه موجب. تمام. ماشي. بعد كده عايز الدفرنس ان انتروبي. بس انا دلوقتي معايا، هو عايز الدفرنس انتروبي اللي هي دلتا اس. لو تفتكروا قانون الفيرست لو اللي هو كان بيساوي اللي هو القانون ده، دلتا جي بيساوي دلتا اتش ناقص تي دلتا اس. انا دلوقتي هبدا استخدمه. انا معايا دلتا جي جيفن في المساله ودلتا اتش جيفن في المساله، ومعاه التمبريتشر اللي هو مديها لي ب 25، بس طبعا هحولها لكلفن، تمام؟ فيبقى المجهول الوحيد في المعادله دي دلتا اس. يبقى دي الحاله اللي انا هستخدم فيها القانون بتاع الفيرست لو، تمام؟ لما يبقى عايز الدلتا اس. ممكن برضه نستخدمه في حالات ثانيه يعني، بس دلوقتي هنستخدمه هنا، تمام؟ فانا دلوقتي جبت الدلتا اس اهي، عباره عن دلتا اتش ناقص دلتا جي على التي، والتي طبعا ما انساش احولها لكلفن. يا جدعان لازم الحاجات دي تاخدوا التمبريتشر لازم تتحول لكلفن، عشان الحاجات دي هي اللي بتبقى الناس، يعني درجه الحراره لازم تتحول لكلفن. لو سبتها بالسيليزيوس هتطلع معاك ناتج مختلف خالص، لازم تحولها لكلفن. تمام. بعد كده عايز ايه؟ ماشي، نركز في المطلوبين برضو الجايين دول. ماشي، احنا جبنا الانتروبي، تمام. بيقول هنا ايه؟ هاو ماتش كربون از نيدد تو ديليفر، عايز كميه الكربون، تمام، اللي انا هحتاجها عشان تديني انرجي قيمتها 1 ميجا وات اور. 1 ميجا وات اور، ميجا وات اور دي وحده انرجي، تمام؟ ميجا وات اور دي وحده انرجي. هنشوف بتحولها ازاي دلوقتي. عايز كميه الكربون دي اللي هي تطلع لي اللود ده في اقل تايم. هنعمل الكلام ده ازاي؟
الانرجي اللي انا اللي هو مديها لي جيفن دي، ومديني على فكره فوق قبلها مقاومه، فانا عشان احصل على الانرجي دي هتساوي الدلتا جي بتاعتي ناقص الانرجي اللي انا هاخدها المقاومه يعني اللي انا هفقدها في المقاومه. فانا دلوقتي عايز دبليو معينه، تمام؟ هتساوي الدلتا جي اللي زي ما انا قلت قبل كده، ان الدلتا جي دي انا مش باخدها كلها في صوره باور، لا ده في جزء لوسز وبعد كده باخد الباور بتاعتي. يعني انا الباور بتاعتي باخدها في باخدها من الدلتا جي، بس بتبقى اقل من الدلتا جي لان في لوسز، تمام؟ فانا دلوقتي عشان احسب الدبليو هتبقى اللي هي بقى الباور اللي انا باخدها فعليا في الاخر هتبقى عباره عن دلتا جي ناقص اللوسز دي. اللوسز هو مديني قيمه الار، تمام؟ فبالتالي قيمه الباور اللي انا فقدتها از يعني كلوسز في المقاومه هتبقى عباره عن اي تربيع في الار في التي، تي عشان الانرجي، تمام؟ فضربت في تي فهتبقى اي تربيع في الار في التي، تمام؟ ليه ضربت الدلتا جي هنا في الان؟ لان احنا زي ما قلنا دلتا جي دي وحدتها ايه؟ وحدتها كانت كيلو مول، انا اسف، وحدتها كانت كيلو جول بير كيلو مول او جول بير كيلو مول. فانا دلوقتي بتعامل في المساله دي كلها هتبقى بالجول. ليه؟ لان الدبليو اللي هو مديها لي في المساله وحده شغل، فهتبقى انا هو مديها لي بوات اور او ميجا وات اور، فانا هحولها لجول. هحولها لجول ازاي؟ هضرب في 3600. يبقى عشان احول الوات اور لجول هضرب في 3600، تمام؟ هو هنا ضرب في 3600 اهو عشان يحول الانرجي بتاعته من وات اور لجول، تمام؟ هتساوي الدلتا جي بتاعتي، بس هضربها برضو في ان. ليه هضرب في ان؟ احنا قلنا زي ما احنا قلنا المعادله دي كلها وحدتها هتبقى وحده شغل اللي هي جول. طب الدلتا جي دي وحدتها ايه؟ وحدتها كيلو جول او جول بير كيلو مول، فانا هضرب في الان عشان اتخلص من الكيلو مول ده، فتبقى الناتج هنا اوفرول جول، تمام؟ ناقص الاي تربيع في الار في التي، دي بقى اللي فيها شغل شويه. الاي عشان احسبه احنا كنا بنقول الاي بيساوي كيو على التي، تمام؟ كيو على التي. طب هو اساسا في المساله عايز ايه؟ نرجع تاني للمطلوب. هو في المطلوب عايز اللي هو قابين كميه الكربون والتايم اللي انا عايزه. عايز دلوقتي نسبه الكربون اللي هتخرج لي يعني اللي هخرج لي البار ده في اقل تايم. فانا وظيفتي اجيب علاقه بين العدد مولات الكربون اللي انا بضيفها والتايم. يعني انا وظيفتي اجيب نمبر اوف مولز اللي هو الان بتاع الكربون والتايم اللي هو اللي هيولد لي الانرجي دي. فانا لو جبت علاقه بين الان والتي هقدر اجيب الان اللي تولد لي الانرجي دي في اقل تايم. يعني انا دلوقتي بعمل ايه؟ بجيب علاقه بين الان والتي. هتلاقي هنا ايه؟ عمل ايه؟ قال الدبليو بتساوي الكلام ده قلناه. فجي بقى تحت عند الاي هتساوي ايه؟ كيو على التي. طب الكيو دلوقتي انا مش عارفها. انا لان هي بتساوي ايه؟ انا ما اعرفش كميه الكربون اللي انا عايزها قد ايه، فهتبقى عباره عن ان في ان ايه؟ في ان ايه؟ في الكيو، الكيو اي طبعا، تمام؟ كل ده على التايم، تمام؟ ده هيبقى قيمه الاي بتاعتي. طب انا الان بتاعتي اللي هي نمبر اوف مولز دي انا مش عارفها، بس الان اي عارفها، والان اي عارفها، والكيو اي عارفها، والتايم ما اعرفوش برضه، تمام؟ يبقى انا عندي مجهولين في المعادله دي، الان والتايم، تمام؟ الان والتايم، يبقى الان والتايم مجهولين. وعندي برضه ايه تاني مجهول في المعادله دي؟ الان برضه هنا عدد المولات اهي، والتايم برضو اللي هو الاي تربيع في الار في التي، التايم ده برضو مجهول، تمام؟ فهاجي اعوض بالاي اللي انا حسبته بالقانون ده، هيبقى رقم مضروب في الان، تمام؟ هاجي اعوض بيه هنا في القانون ده اي تربيع في الار في التي، فيطلع معايا الكلام اللي هو عمله هنا ده، تمام؟ هضربه في المقاومه بتاعتي اللي هي 0.001، هو مديها لي فوق هنا اهي ب 1 ملي اوم، تمام؟ 0.001 في التي في 10 سالب 6. ليه ضرب في 10 سالب 6؟ لو تلاحظ ان انا اللي هي الدبليو اللي هو كان مديها لي كانت قيمتها ميجا جول، تمام؟ ميجا جول مضروبه في الاور، فانا اتخلصت من الاور ده بان انا ضربت في 3600، لكن انا معايا ميجا جول، فانا شغال هنا ميجا جول، وشغال هنا برضه نفس الكلام ميجا جول، لان الدلتا جي اللي هي هنا دي برضه بالميجا جول، تمام؟ فانا القيمه اللي هنا دي الاي تربيع في الار في تي هتطلع لي جول، انا عشان اخليها ميجا جول بروح ضارب في 10 سالب 6، تمام؟ فده اللي هو عمله. بعد كده بسط المعادله دي ووصل للمعادله بين التايم والان اللي انا عايزها اللي هي عدد مولات الكربون، تمام؟ راح جاي جايب التايم في طرف لوحدها. انا دلوقتي بقى عايز اجيب ايه؟ عدد مولات الكربون دي اللي هتبقى اللي هتديني نسبه او كميه الطاقه دي في اقل تايم.
اعمل دي ازاي؟ هروح اشتق معادله التايم دي بالنسبه للان واساويها بالصفر. تمام، هي